صباح الخير، وحشتوني جدا. تعالوا بقى يلا نبدأ أول وصفة من وصفات رمضان. معانا النهاردة الفول المصري، الطبق اللي لا يمكن سحور رمضان يخلى منه، وده طبعا عشان فوائده كتيرة وكمان ما بيعطش. يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير. معانا عندي 2 كوباية من الفول المصري، اللي يستحسن يكون اللي هو بيبقى صغير ولونه أحمر علشان يستوي معانا أسرع. هننقعه بقى في مية وهنسيبه من 4 لـ6 ساعات، ما نسيبهوش اكتر من كده، يعني مش هنسيبه بقى من بالليل والجو ده، لا خالص، هو كفاية قوي 6 ساعات. ومعايا كمان 3 معالق من الفول المدشوش، هنقعه برضو 3 ساعات كده. وعندي 3 معالق من العدس، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وكمان معلقة كبيرة من الخل، وعصرة ليمونة. بس كده دي المقادير عندي. هنسويه بقى. انا سويته النهاردة في حلة الضغط، خد بالظبط ساعة، يعني اسرع فول وطالع دايب بمعنى الكلمة. هنحط الفول، وتقدروا تسووه على فكرة عادي في الحلة العادية، وطبعا الدماسة بتاعت الفول عادي. بس زي ما قلتلكوا حلة الضغط بجد بتسوي سريع وبتطلعه تحفة. هنحط بقى الفول، وهنحط عليه العدس والفول المدشوش، وكمان هنحط عليه الصلصة. وحطيت كمان ربع معلقة صغيرة من الكركم، بيديله كده لون حلو قوي، وبيحافظ على لونه وما بيخلوش يتغير. وهنحط كمان معلقة الخل. الليمون هو اللي هحطه في الاخر خالص علشان يحافظ لي برضو على لونه بعد ما يستوي. بس كده هنيجي بقى نحط المية. المية بتكون 4 أضعاف الفول، يعني احنا مثلا عاملين 2 كوباية من الفول، هنحط قصاده من 6 لـ8 كوبايات مية. بس لو حاطينها في حل لو حاطينه في حالة الضغط هنحط 6 كوبايات. بس كده هنشغل. انا استخدمت هنا الحلة بتاعت نيوتري كوك، تحفة. زي ما قلتلكوا تقدروا تستخدموا الحلة الضغط العادية والحلة العادية جدا، بس هتغطوها كويس قوي وتخلوها على نار هادية، وتسيبوه بقى يستوي براحته لو في الحلة العادية. بس كده انا زي ما قلتلكوا هنا حطيته ساعة، وبعدين فتحته. هوريكوا بقى شكله ازاي، فعلا زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، لون وطعم وكل حاجة، والريحة بقى مش قادرة اوصفلكوا، اكنكوا واقفين على عربية الفول، بجد خطيرة. هنا بعد بقى ما استوى خلاص، هروح فتحاه ورش عليه رشة عصرة الليمونة علشان بس يحافظ لي على اللون بتاعه. بصوا اللون بتاعه تحفة تحفة، زي فعلا ما بنجيبه من بره. بس كده تعالوا بقى نشوف الدقة بتاعتي اللي محلات الفول بيعملوها ومطاعم وعربيات الفول بيعملوها، وبتدي طعم خطير للفول. تعالوا يلا بينا نعملها، ودي طبعا نقدر نعملها ونشيلها في التلاجة. المقادير بتاعتها هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف، بس هقولها لكم دلوقتي. عندي 2 كبار من الثوم المفروم، اللي هو حوالي من 6 لـ7 فصوص ثوم مفرومين، وكمان فرمت فلفل اخضر حامي، ممكن فلفل رومي عادي. وعندي معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وكمان عصير 3 ليمونات، وربع كوبايه من الخل، وكمان 2 كوباية من الميه. هنحط بقى كل المقادير دي على بعضها ونقلبهم كويس قوي. هنحط الاول الثوم والفلفل، وبعدين احط عليهم التوابل اللي هي الكمون والكزبرة، وهنزل عليهم بالليمون، وبعد كده الخل، واخر حاجة المية علشان تخفف هالي. وهقلب كله مع بعضه. هي شبه دقة الكشري كده شوية، تقدروا على فكرة يعني الدقة دي تعملوها وتشيلوها في التلاجة وتستخدموها مع الفول، وتستخدموها كمان مع الكشري، هي خطيرة بجد، وريحتها بقى رائعة. هنقلب بقى كله مع بعضه زي ما قلتلكوا، هنقلبها كويس قوي. انا هنا خففتها بالمية. وبعد كده هنجيب بقى اي ازازة عندكوا، ممكن ازازة بلاستيك وتخرموا الغطا بتاعها وتحطوه. انا هنا استخدمت عادي الازازة، يعني ازازة او شبه كوباية شوية، هي المفروض بتاعت الزيت. بس بقى هنزل فيها الدقة، يعني حاولوا ان انتوا تكونوا حاطينها في الاول في حاجه كده اللي هي بيبقى ليها زي بوز كده عشان ينزلها على طول في الازازه، ما يوقعش ويبهدل الدنيا. بس كده قفلتها وهرجها بس كويس الاول، وبعد كده هسيبها بقى على جنب او في التلاجة زي ما قلت لكم وقت الاستخدام. كده الدقه بتاعتي خلصت، ودي الدقه والسر بتاع مطاعم او عربيات الفول. هنيجي بقى هنا نجرف الفول. انا هعمله معاكم النهارده بالطحينه، تقدروا تعملوه باي شكل، وهحاول ان شاء الله في رمضان اعمل لكم كذا وصفه ليه. هنا غرفت خلاص الفول، ممكن تضربوه بالهاند بلندر لو حد ما بيحبوش كده الحب بتاعه. انا يعني هرسته بالشوكه كده، فبقى نصه مهروس ونصه برده كده حب.
هاخد بقى من الدقه اللي احنا عملناها، هحط شويه حلوين، يعني حطيت بما يعادل معلقتين كبار بس كده حطيناها. هروح احط بس فاضل الملح لان هي اوريدي فيها كمون، لو عايزين تزودوا رشه كمون برضو صغيره براحتكم. بعد كده هنحط بقى الزيت، انا حطيت هنا زيت زيتون، تقدروا تحطوا زيت زيتون او زيت عادي او زيت الحار اللي هو بتاع بذر الكتان. انا حطيت زيت زيتون عشان بحب الفول بزيت الزيتون قوي، بس هنحط بقى زيت. وبعد كده اخر حاجه هنحطها وهي الطحينه. الطحينه بلاش تحطوها طحينه خام كده من غير اي حاجه، لا لازم تتخفف شويه، تتخفف بشويه ميه شويه صغيرين علشان تبقى خفيفه وما تبقاش تقيله قوي على الفول. انا هنا خففتها بشويه ميه وهحط بقى منها على الفول، بتخليه طعمه رهيب. الطحينه مع الفول بجد حلوه جدا، انا بموت فيها. وبس كده، جربوها ولو عجبتكم سيبوا لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا يلا اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات الحلوه اللي هنعملها مع بعض في رمضان. بس كده، يومكم حلو، باي باي.